لسه مكملين معاكم فقراتنا فوق هنا، وصلنا لاخر فقره، فقره المطبخ. طبعا كلنا عارفين احنا خلاص ايام صغيره وداخلين على العيد، كل سنه وحضراتكم طيبين. في ناس ما بتحبش بقى تاكل اللحمه في العيد، بتتجه بقى لحاجات تانية، تقول لك لا انا ما بحبش الذبح وما بحبش مش عارفه ايه، بتتجه للفراخ. واحنا النهارده لكل محب الفراخ بنعمل وصفه سهله وجميله وبسيطه لكل الناس اللي بقى اللي بتحب الفراخ. النهارده هنعمل اكله جميله جدا مع الشيف انا منوراني، الشيف روبي. اهلا بيكي منوراني، اخبارك ايه؟ زي ما انا قلت ان في ناس كتير قوي بتحب اللحم عادي، بس تيجي على دخله العيد تقول لك لا انا مش عايزه اكل لحمه، تشيل بقى اللحمه واللحمه في كل مكان، تقول لك لا انا بحب الفراخ. فانا مبسوطه برضو ان احنا في دخله العيد بنعمل فراخ، وبنعمل وصفه جديده وسهله وبسيطه لكل الناس اللي عايزه تعمل فراخ. قولي لي النهارده هنعمل ايه عشان ننزل بالمقادير على الشاشه. النهارده احنا هنعمل تشيكن بصوص الباتر او فراخ بصوص الزبده. دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، لان فيها مشروم وفيها عين جمل، ومشبعه جدا. ممكن تتاكل لوحدها، ممكن تتاكل مع ميش بوتيتوس، ممكن تتاكل مع رز. ف هنجرب ان شاء الله مع بعض الوصفه. يلا بينا نقول المقادير وبعد كده نتكلم ونقول خطواتنا. المقادير هتبقى عباره عن صدور فراخ متقطعه مكعبات كبيره، مشروم، اوكي، زبده، دقيق وكريمه لباني، زيت وبقدونس وعين جمل للتزيين. حلو قوي. وصويا صوص هنعمله بالصويا صوص. دايما معروف ان الصويا صوص بنعمله مع اللحمه، انت النهارده هتعمليه مع الفراخ. بيتعمل مع التشيكن وبيتعمل مع اللحمه، اولا بيدي تيست حلو، ثانيا بيدي لون حلو للاكل، احسن من كارميل سكر ونعمله. طيب نبدا بقى مع بعض. اولى خطواتنا، احنا اهم حاجه طبعا سواء نعمل فراخ او لحمه لازم نتسخن الطاسه كويس جدا جدا، لان هي يعني بتقفل الأنسجة على طول وبتسوي الفراخ أو اللحمة على طول. مظبوط. يعني أول حاجة هنسخن الطاسة طبعا، وهنبتدي نحط الزبدة. كان بقى نحطها على العين تاني عشان تسيح على طول. أوكي، هنحط مع الزبدة نقطة زيت علشان ما تتحرقش. في تريكات كده يا جماعه احنا بنحاول ان احنا كل يوم في فقره المطبخ بنقولها طبعا لحضراتكم. مهم جدا ان احنا نسخن الطاسه قبل ما نحط الفراخ او اللحم، دي حاجه مهمه جدا جدا فعلا، بتفرق في تسويه الاكل وكمان بتفرق في طعم الاكل. عايز اقول لكم ان الحاجه دي ممكن تكون سهله وبسيطه، بتضيع اصلا ريحه الزفاره، ما بيبقاش في ريحه زفاره، بتقفل الانسجه، بتخلي الاكل يستوي بسرعه، ما بنزودش ميه لو احنا محتاجين ميه، يعني حاجات كتير قوي بسبب ان احنا بنسخن الطاسه. موضوع السمنه او الزبده والزيت مع بعض ده برده مهم جدا. ايه الناس تقول لك انا ما بحبش احط زيت، لازم نقطه زيت عشان السمنه او الزبده ما تتحرقش وما تعملش لون، وفي نفس الوقت بتعلي ريحتها قوي وبتخلي ريحتها حلوه قوي على فكره. وهي نقطه مش كتير يعني. حلو جدا. اوكي، هنبتدي نحرك الفراخ كده لحد ما تاخد لون. انا عايزاها بس تاخد لون معايا، لان هي كده كده هتكمل سواها في الصوص بتاعها. عايزه اقول لكم احنا مش قاطعين ولا اي حاجه، احنا يعني من ساعه لما بدانا من 3 دقايق تقريبا. عايزه اقول لكم الفراخ خلاص يعني، بس بسبب ان الطاسه كانت سخنه، فدي حاجه مهمه قوي، بتسوي الاكل على طول، و ما بنبقاش بقى محتاجين ان تقعد تنزل ميه والكلام ده، لا مفيش الكلام ده، بتدي الصدمه دي بتظبط الدنيا. عايزه اقول لك على حاجه، في ناس برضو بتحب يعني لما بتيجي نعمل اي وصفه تقول لك انا هعمل بدل الفراخ هعمل لحمه، ده عادي؟ طبعا. الوصفه دي ممكن تتعمل بلحمه، ممكن تتعمل بفراخ، بس هنا احنا عندنا بفراخ. اول حاجه الفراخ طبعا خفيفه جدا والناس كلها بتحبها، اللحمه شويه ليها كلاب يعني، ليها ناس معينه بتحبها. دايما اقول ان اللحمه ليها قطعيات كتير، انواع كتير، مش كل الناس اصلا بتفهم بالزبط. الاكلات السهله وبسيطه ينفع معاها نوع ايه او ما ينفعش معاها نوع ايه، ففي ناس فعلا بتختار في قطعيات اللحمه خصوصا في الاكلات اللي هي السريعه اللي زي دي. لكن الفراخ اي فراخ ثانيه هنقطعها بس بطرق مختلفه، بس نفس النوع. الفراخ جوكر بصراحه في الاكل يعني، انت ممكن تحطيها في اي حاجه وتعمليها باي حاجه. الريحه الحلوه دي انت بس زبده زبده، مجرد ان انت اديتيها لون واديتيها بعد كده هنبتدي نشيلها من الطاسه. ممكن نسيبها بقى 5 دقايق برضو، ولا انت عايزه التسويه دي دلوقتي؟ نسيب الطاسه 5 دقايق، نسيب الفراخ اكتر من كده، ولا انت حب انت دي مرحله هي لسه كدا. هي لسه هتكمل سواها في الصوص بتاعها. احنا مجرد ان احنا بنديها لون وبنديها صدمه زي ما حضرتك قلتي. اوكي، وبعد كده
هي كده كده هتستوي تاني، هنسويها في الصوص بتاعها تاني. وبعدين هي انا ليه قلت صدور؟ الصدور اول حاجه بتدي تيست حلو، ثانيا بتستوي بسرعه قوي لو متقطعه كيوبس زي كده. اوكي هناخد بقى المشروم بننزله برضو مكان ما طلعنا الفراخ، نحط بقى نحطها على النار عشان نستوي على طول. بس انا جعانه متشوقه جدا انا ادوق الاكله دي، انا هدوقها النهارده من ايدك، فتسوي الاكل كويس جدا عشان انا عايزه ان شاء الله هتعجبك وهتلاقيها مستويه كويس قوي. روبي قولي لي انت بقى بداتي حبك او شغفك للمطبخ وللصفحه والحاجات اللي انت عاملاها دي من امتى؟ والله هو انا اصلا من زمان قوي وانا بحب المطبخ وبحب افتكس كمان في الاكلات. يعني انا ممكن في اكلات هي ليها طريقه معينه بتتعمل بيها، انا ممكن اغير في الطريقه بتاعتها بدماغي انا وبطريقتي انا وبتطلع ليكي تطلع حلوه بالظبط كده. قولي لي اشهر الحاجات اللي ليكي تركات فيها وبتطلع مختلفه. المحشي، خلطه المحشي انا بعمله بطريقه مختلفه شويه. انا هنفس بعد بعد كده انا اصلا انا شاطره جدا في المحشي، يعني انا بحب المحشي وشاطره كمان في المحشي والله. والخلطه بتاعه المحشي ما اقولكيش. انا عندي اصحابي اصلا بيجوا لي مخصوص عشان اعمل لهم محشي. يلا بينا بقى مع بعض الخلطه بتاعه الناس كده ونغشش الناس نقول خلطه المحشي بتتعمل ازاي. بصوا يا جماعه، اول حاجه انا بحط كل الخضار نيه، انا ما بحملش اي حاجه مسبكه على النار غير الصلصه فقط. يعني انا حتى الطماطم بضربها في خلاط من غير ما اسلقها. بالظبط، انا بعمل بعد ما بسبك الصلصه بقفلها، بقفل النار وابتدي احط بقى ايه الخضار وابتدي احط الرز وابتدي احط كل حاجه واسيبهم شويه مع بعض ياخد الرز التست بتاع الصلصه والتوابل بقى. والتوابل طبعا، التوابل مع التوابل لو حطيتي سنه جنزبيل معاها سنه قرفه ما تبانش اساسا بس بتخلي الاكل في حته تانية. اسلم عليكي بعد اوكي. اصل انا بعمل زيك بالظبط يعني نفس، وبحب السبع بهارات قوي والكزبره جدا جدا، بس كل حاجه تتحط بالقرفه، نقطه قرفه بتدي بالظبط كده يعني. والجنزبيل، الجنزبيل بيدي تيست حلو قوي في الاكل اصلا. وبعد كده بتبتدي بقى ان انت تحطي بعد ما حطيتي التوابل بتاعتك وبعد ما عملتي التركايه بالزيت لو اللي هي نيه تسيبيهم مع بعض بس شويه كانك عامله سلطه مع الخضره، تسيبيهم مع بعض ياخدوا بس الطعم من بعض شويه. وتبتدي بعد كده ان انت تبتدي بقى تعملي المحشي. الكوسه انا بعمل لها عشان في ناس ما بتحبش الكوسه بالذات الاطفال والاولاد. الكوسه يا جماعه انتوا ممكن تعملوا لها لوحدها خلطه عباره عن فلفل وملح وكمون وشويه شطه صغيرين للناس اللي بتحب الحراق. وتحطي جوه الكوسه قبل ما تحشيها تحطي شويه وتسيبيها شويه توابل، هتبصي تلاقي طعمها بعد ما عملتيها تحفه تحفه تحفه. بتدوب الكوسه بتدوب ايوه بتدوب وبيبقى طعمها تيستي ما بتبقاش عدمه. الناس ما بتحبش الكوسه عشان بيحسوا انه ملهاش طعم، صح دي حقيقه، فهي هتلاقيها شويه تيستي قوي معاكي وهتحبي طعمها قوي. يعني شفتي انا خلاص انا هشتغل معاكي بقى بعد كده، خلاص انا اللي اقدم فقره المطبخ بعد كده. طب دي حاجه جميله جدا. احنا كده حطينا مع بعض بعد ما طلعنا الفراخ، نزلنا المشروم مع الزبده وزودنا كمان قطعه زبده لحد ما شوحناها، وبعد كده بنحط دلوقتي في زي معيار كده، حطت الدقيق وبعد كده حطينا كريمه مظبوط بالظبط كده، ونقلب بقى وبعد كده ايه نشوف هنعمل ايه الخطوه اللي جايه. انت قلتي لي ليكي تركات في كل حاجه، ومن اشهر الحاجات اللي ليكي تركات فيها المحشي، ايه اكتر الحاجات التانية اللي ليكي تركات فيها وبتطلع مختلفه؟ بعمل البيف ستروجانوف حلو قوي. بعمل الباستا بما ان انا متخصصه في الباستا اصلا، يعني بعمل باستا حلوه قوي. احنا مش عايزين حلوه، احنا عايزين الطريقه على طول، يعني ايه المميز فيها او الطريقه المختلفه عن اول حاجة, حاجه انا بعمل الصوصات بتاعتي كلها هوم ميد. يعني مثلا صوص البيستو، الناس اللي عشاق البيستو والبيستو ترندي قوي في الصوصات. يعني بالنسبه للباستا وبيتحط على التشيكن مش كريمه، بستخدم الكريمه طبعا. بس البيستو دلوقتي هو تريندي وفي نفس الوقت قيمته الغذائيه عاليه جدا لانه معمول من الريحان والبقدونس. اوكي فانا بعمل صوص البيستو ازاي بقى؟ اول حاجه بجيب بلندر خلاط وبحط فيه نص كوبايه زيت زيتون او ربع كوبايه زيت زيتون على حسب الكميه اللي انا هعملها، بقدونس، ريحان. هنحطها على النار تاني، نرجعها على النار ولا انت مش عايزه؟ هرجعها طبعا على النار بس مش عايزاها تتقل قوي، عايزه بس احط شويه ميه عليها عشان ما تتقلش، عشان ما شاء الله الكريمه تقيله. اوكي بحط معاها عين جمل وبحط معاها ملح وفلفل و ده اللي بيخليها مميزه اكتر. طبعا العين جمل
العين جمل يا جماعة بيودي الأكل في حتة تانية. فعلا أنا لما بكون جعانة قوي وماليش نفسي أكل حاجة بعمل سلطة جرجير على طماطم على خيار، بعملها بالدبس الرمان وبحط عليها عين جمل، فعلا بتخليها طعمها حلو قوي مع الفلفل الألوان، بتخلي ليها طعم جميل جدا ومغذي جدا. فياريت اللي عنده برضو من ساعة، لا احنا عايزين مية صح؟ شوية مية بس. ما فيش مية هنا مية. اعتقد ما فيش. انت عايزة تخففيها؟ شوية. او تشوفي ممكن مية هنا تحت عندك في هنا. هي دي مية ولا فينجر؟ لا دي، لا دي خل. في اي حاجة؟ طيب احنا ممكن بقى نقلب كده. هي لازم يتحط لها شوية مية لان انا هي تقيلة قوي. انا كان جوزي معايا ازازة مية ممكن يجيبها. طب كده يا جماعه نستأذنكم بقى ان احنا كده دخلنا هنا. معلش يا استاذ سامي، هنجيب بقى كده ميه شويه ميه بس، هنزود للكريمه شويه ميه وكده كده. ليه بنزود لها بقى؟ لان هي كده كده لازم الفراخ هتستوي شويه فيها، فهتاخد شويه ايه وقت، حوالي 7 دقايق. اوكي، فهتتقل تاني يعني. حلو قوي. نحط بقى الفراخ كلها، نحط التشيكن بقى كده زي ما هي. فراخ يا جماعه طعمها ريحتها حلوه جدا مع الكريمه، ادت طعم جميل جدا في الاستوديو. لازم نحط البهارات بعد والملح والفلفل بعد ما الفراخ. ايه بقى السر في الموضوع ده؟ انا سمعته من كذا حد ان احنا بيقلل لما تحطيه في الاول بيقلل الاستوى، بيخليش تستوي كويس. الملح والفلفل يتحطوا بعد ما الحاجات تخش في السوى، بعد ما اللحمه او الفراخ تبتدي تخش في السوى يبتدي نحط الملح والفلفل. بعدين هنسيبها بقى هنا كده، نسيب بقى مع بعض الفراخ تستوي المره ثانيه شويه. ما ادناش السوى ال 100% بالظبط، هنسيبها تاني مره تستوي مع بعض. وهنحط معلقه الصويا صوص اللي هي هتدي اللون الحلو والتست الحلو، وما نكرملش سكر ونحط حاجات ملهاش لازمه، يعني سكر ملوش اي لازمه في الاكل اساسا. يعني ممكن نستبدله بدبس رمان، نستبدله بالصوص الصويا. الدبس الرمان هتلاقيه لازع شويه، فالصويا صوص الدبس الرمان بيبقى احلى مع المحشي كمان، الورق العنب دبس رمان معاه فظيع يعني. وفي تركيه بعملها المحشي الكرنب، بما اننا بنتكلم عن المحشي، ان انت قبل ما بتحطيه في الحله قطعي شرايح جزر تحتيه. مش قادره اقول لك طعمه بيبقى حلو قوي ازاي اصلا. يعني انا برضو بعمله كده. لا انت تيجي بقى هنا تنورينا، نعمل شويه حلقات حلوه ونعمل شويه محاشي حلوه، ان احنا داخلين على العيد وفي بقى اكلات حلوه. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين. اللحمه والممبار والكوارع والحاجات الحلوه بتاعه العيد دي ان شاء الله نيجي نعملها هنا ان شاء الله باذن الله. احنا بنزود ميه. انت كده زودتي ميه تاني؟ انا لا، انا زودت بس الصويا صوص تاني. في ناس بتحب الصوصات غامقه شويه. في حاجه بقى من ضمن الحاجات اللي كنت عايز اسالك عليها، من ضمن الحاجات اللي بسالك عليها وانا شخصيا بعملها، لما بعمل فراخ ببقى عايزاها تبقى غامقه، انا ما بحبش الفراخ تبقى فاتحه. حتى عملتها جريلد برضو انا مش هحرقها عشان تدي الصوص غامق. ساعات لما ببقى عايزه الفراخ تبقى غامقه قوي بحط صوص اللي هو بودره الدميجلاس بتاعه اللحمه، هل ده عادي ولا ممكن نستبدلها بحاجه تانية للفراخ؟ لا عادي، مفيش اي مشكله طول ما انت يعني. بصي هو الاكل ملوش قاعده. طول ما انت الحاجه بتطلع منك حلوه خلاص ملهاش اي قاعده في اي حاجه. في ناس بتحب على فكره على اللحمه مشروم، مع ان المشروم معروف ان هو بيتحط على الفراخ. في ناس كتير بتحب ان هي تحط لها مثلا، الناس اللي بتعمل بيكاتا في ناس بتحط معاها مشروم، فيقول لك انا بحب المشروم. احنا فعلا طول عمرنا اللي متعارف عليه واللي كلنا عارفينه من زمان جدا، اللي ما كنا بنروح النوادي زمان طبق البيكاتا دايما ده بيبقى لحمه ومعاه رز ابيض. دلوقتي احنا بقينا نختلف او اختلفنا القاعده تماما، بقينا نعملها بفراخ وممكن نعملها جنبيها مكرونه. ففعلا الاكل دايما بقول انه ملوش كتالوج، ملوش كتالوج خالص. وزي ما بيقولوا كل شيف وليه طريقه، المهم ان الطريقه دي تكون بترضي ذوقك وبتعجبك طبعا، والاكل في الاخر بيطلع حلو، بيطلع طعمه حلو يعني. طيب احنا الخطوه الثانيه ايه؟ عشان احنا للاسف قدامنا دقيقه ونختم الحلقه، فعايزين الخطوه الثانيه اللي جايه ايه؟ احنا كده كده الفراخ خلاص استوت، شويه البقدونس دول احنا هنحط البقدونس على الطبق.
هو اعتقد ان انا حاسه ان العين اتقفلت ولا في دخان شغال. هو في دخان حاسه ان هي اتطفت. ممكن بقى في الثانيه دي تعملي الدبل مارك وتشغليه على طول لما تعرفيش. خلاص ايه انا اعتقد انها استوت لان هي لسه بتطلع خلاص دخان. انا ممكن انزلها بقى في الطبق التقديم. يا جماعه فعلا الفراخ بيبقى ليها طعم تاني في كل الطرق الجديده والحديثه اللي بقينا كلنا نفتكسها او نبتكرها وبتطلع حلوه. الفراخ لما بتجيبي اي نص كيلو فراخ صدور بتقدري تعمليها حاجات كتير جدا جدا جدا. اول الكسادية في التورتيلا من الطريقه اللي احنا عاملينها النهارده. كل الحاجات الجميله ممكن نبتكرها وكل المقادير اللي بنستخدمها هنلاقيها متواجده في البيت. شويه بقدونس على شويه اي مكسرات متبقيه عين جمل متبقيه عندنا من ساعه رمضان. دي الحاجات كلها هنلاقيها متواجده. واللي ما عندوش كريمه ممكن يعملها يدوي بالدقيق على ايده. فعلا الحاجات كلها كده سهله وبسيطه ونقدر نعملها مش مكلفه بس خالص. بس عايزين ان احنا نتابع الخطوات عشان تطلع كده. هنزين بقى الطبق. هنحط البقدونس. في ناس بتحب الكزبره برضو الخضراء ممكن تحطيها. فعلا حلو قوي الطبق ده زي ما انا قلت لكم. بالصوص بتاعه ممكن يتاكل مع رز ابيض يتاكل مع مكرونه مع ماش بوتيتوس. الناس اللي بتحب البطاطس ممكن مع البطاطس المهروسه بيبقى طعمها حلو قوي. البطاطس ممكن تزودي عليها جبنه برضه تبقى حلوه بالظبط كده. روبي انت نورتينا النهارده كانت فقره جميله وان شاء الله تيجي تنورينا في فقرات تانية ونعمل بقى المحشي واللحمه والحاجات الحلوه اللي احنا اتفقنا عليها. كنت منورانا ميرسي. والاكل طلع حلو. بنشكرك وكنت منورانا مره ثانيه. ميرسي ميرسي ليكي. شكرا. مشاهدينا كده كل فقراتنا انتهت وحلقتنا كمان انتهت. يا رب تكون عجبت حضراتكم. استنونا وحلقات جديده دايما من هو هنا. اشوفكم على خير في عيد الله.